السلام عليكم يا شباب، ونستمر في حلقات ساعة أونلاين. بقالي مدة ما عملتش حلقة من دول، وفي الصفحة بتاعتنا اللي احنا شغالين معاها اللي هي deutsch.info عملنا كذا كورس هنا وهنا، كمان في جزء اسمه جراماتيك ألا وهو النحو. ورغم ان انا يعني مش يعني طبعا النحو مهم، ولكن ركز على الكلام، خير لك انك تتكلم ألماني بنحو غلط بدل ما تسقط ولا تتكلم على الإطلاق. فاللي احنا هنعمله هنا هناخد درس او درسين من دروس النحو ونفصصهم وناخد معاهم أمثلة، وانت عليك فعلا ان انت تحفظ الأمثلة وتحاول تراجع الأمثلة او اكتبها معايا او ادخل الصفحة شوف الأمثلة. المهم ايه، صحصح معايا ويلا ايه نعمل بقى ايه ساعة اونلاين لغة ألماني. هندخل على اول حاجة اللي هي نومن اند ارتيكل فيرتر، اللي هو الأسماء وارتيكل فيرتر، اللي هم الارتيكل هم ادوات التعريف وادوات التنكير. طيب لما ادخل انا كده واكبر الكلام ده، ثانيه واحده بعد اذنكم اهو، يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اولا نبتدي بالارتيكل. ارتيكل ومقصود به في النحو دي ادي داس مثلا، يبقى ارتيكل اللي هو أدوات التعريف، أو على سبيل المثال برضك هنا إيه أدوات التنكير اللي هو أين. نشرحها قبل ما نقعد ندرش فيها بالساعات ونخلصش. يعني أنت مثلا بال 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 بالألماني بتقول إيه؟ دير يونج، الولد دي ألف لام ودي ولد دير يونج. الألف لام دي بنقول عليها أرتيكل، أداة، يعني أرتيكل يعني أدوات، أداة. طيب الألم على فكرة سميك جدا، أتمنى أنا ممكن أأثر فيه كده، ثانية واحدة كده أهو رفعه شوية، بص كده أحسن. der junge أو مثلا das mädchen البنت. طبعا أنت متخيل البنت دي بقى مؤنثة، ولكن ككلمة هي تبقى كلمة إيه محايدة، لا هي مذكر ولا مؤنث، فككلمة. طيب إذن دي تبقى أرتيكل، der دي das يبقى أرتيكل، ودير ودي للمؤنثة وداس للمحايدة دائما تبقى ايه أدوات التعريف. أدوات التعريف يعني الكلمة اللي بعديها تبقى معرفة. يعني في فرق لما تقول الولد ولما تقول ولد. جاء الولد يعني هذا ولد معروف، ولكن لما تقول جاء ولد قد يكون هذا الولد أو هذا الولد والله أعلم. إذن ولد دي تبقى ايه غير معرفه، والولد تبقى معرفه. اذا في اللغه العربيه انت بتغير، ما بتقول ولد تبقى غير معرف وتحط قبليها الالف لام تبقى دي اداه التعريف. اما في اللغه الالمانيه فالموضوع ده يختلف. يختلف ازاي؟ يختلف على حسب الاداه، يعني الاثنين بياخدوا اداه. نكتب الاول الولد اهو ادي يونج، اعذروني خطي زي الزفت، لو عرفته هقول der، دي بقى ايه أداة تعريف. غير معرف لازم اقول ايه ein، ein تعني واحد، يعني ein junge ولد والله اعلم من هون ein junge. ماشي، فعايزك تعرف الكلام ده. فدي ودي بنسميها ايه اللي حصل بقى، بنسميها ارتكل. ارتكل هما دول ارتكل، واحدة للمعرفة واحدة ايه للغير معرفة. فهمتوا الكلام؟ نقرأ بقى ايه الدرس ونشوف هو بيقول لنا هنا ايه باللغة الألمانية. Artikel und Deklinationen. يا سنة سوخة، ايه Deklinationen دي راخر؟ طب Artikel عرفناها، Deklinationen يعني ممكن نسميها، يعني ممكن ترجمها على، يعني ممكن ترجمها تشكيل، ولو ان اللغة الألمانية ما فيهاش تشكيل، بس يعني آخر الكلمات ممكن يتغيروا على حسب موقع الكلمة في الجملة. وهذا كلام جائز في العربي، يعني في العربي بتقول إيه إنما يخشى الله العلماء، لأن العلماء الفاعل والله المفعول به، عشان كده دي واحدة إيه يعني بالفتحة والتانية بالضمة. لو قلت إنما يخشى الله هيقول لك الشيخ الله أعوذ بالله الله لا يخشى وهلم جرى. إذا التشكيل يقول لك ده فاعل ولا مفعول به. كذلك في اللغة الألمانية ممكن الكلمة يعني إيه يحدث فيها تغيير، وممكن كمان الأداة يحدث فيها تغيير.
على حسب موقع الكلمة في الجملة، ماشي؟ فدي بسميها ديكليناتسيون. يبقى ايه اهو؟ ارتيكل اند دي و ديكليناتسيون. ناخد بقى ايه اول ارتيكل؟ بيقولك اول ارتيكل اهو، نكبرها شوية عشان ايه كلنا نشوف الكلام ده. بيقولك دويتش، لا دي اكبر من لازم، الخط ما بقاش جميل كده اهي. اتمنى ان انتوا تشوفوها كويس كده. دويتش نومن، بعد اذنك، نومن زنت انت فيدا. دويتش نومن، نومن يعني اسماء، دويتش يعني الاسماء الالمانية، زنت يكونون، انت فيدا يعني يا اما كذا او كذا. هي انت فيدا باللغة المصرية الدارجة يعني يا اما، يعني الكلمة الالمانية يا اما كذا ويا اما كذا. انت فيدا زو، يا اما زو oder so. اذا entweder دي ترجمها بالمصقول يا اما كذا وكذا، ماشي؟ بيقول لك الاسماء الالمانيه يا اما ماسكولين يعني مذكر، والاداه بتاعتها der اهي المذكره اهو der. قالك der من، der من الرجل، ودي مذكره والحمد لله سابوها مذكره. دي فيمينين، دي المؤنثه فيمينين. سبيل دي شتراس، دي شتراس. تيجي انت تقول الله ده شارع، ده مذكر، مذكر بالعربي مؤنث بالالماني يا اخي، دي لغه ثانيه. اودا او نويترال، محايد له كذا ولا كذا. داس هوتيل، داس. يبقى انت تفتكر دير دي داس، دول ادوات التعريف باللغه الالمانيه. طيب بيقول لك ايه؟ استنى. Das signalisieren Artikel oder Pronomen vor dem Nomen. Artikel gehören unbedingt zum Nomen. طيب اللي عايزين الجملة عايزين ناخدها من هنا. Artikel gehören unbedingt zum Nomen. سيبها من الكلام ده، هيلخبطنا دلوقتي. ارتيكل يعني ادوات التعريف. لاحظ انا بعلمك هنا الكلام وكذلك النحو. ارتيكل gehört gehört يعني gehören يعني يملك او يتملك، مملوك. والمقصود بيه لما اقول ارتيكل gehört unbedingt، هشرحها لك، unbedingt يعني ضروري، ثم للنومن للاسم. اذا الادوات لابد ان يصاحبوا النومن. ارتيكل gehört unbedingt zum نومن. المفروض كان يقول على فكره ارتيكل gehören، لان ده كده الماني ركيك، هما كل يعني كل انسان ممكن يخطا. هما كتبوا هنا اعتقد خطا في الكتابه، لان ده جمع. لما تقول ارتيكل مقصود ب، لو ما جاش قبليه شيء مقصود بالجمع، يعني دي ارتكل. عشان كده ما نقولش gehört زي ما مكتوب، هنا نقول gehören لان ده جمع. gehören zum نومن، الادوات لابد ان تصاحب ولا جزء من النومن من الاسم. طيب يبقى دي اتكلمنا على ايه؟ ادوات التعريف. طب نتكلم على ادوات التنكير. تعالى لي هنا، ايه بقى ادوات التنكير دي؟ شوف يا سيدي، احنا قلنا اين يونغه يعني ولد، اهو ادوات التنكير. اون بشتمت، احنا قلنا المعرف يعني بشتمت. اون بشتمت يعني غير معرف. وتذكر كلمه اون، اون دي دائما تلغي الشيء. وانت لو بتكلم انجليزي هتفهم الكلام ده، يعني بتقول يو ار ويلكم يعني انت ويلكم، انت يعني انت يرحب بيك، يو ار ويلكم. لو انت غير مرحب بيك بتقول يو ار ان ويلكم. ان وبالالماني اون، ان دي تنفي الشيء. اذا اون بشتمت يعني غير معرف. ادوات اون بشتمت اهو، شوفوا عملها ايه جمع، هنا ناس هيعملها جمع. اون بشتمت ارتكل بنوتست يعني يستعمل من الواحد، يعني واحد بيستعملها، الواحد بيستعمل الادوات الغير معرفه. فن لما، داس نومن
لما الاسم zum ersten Mal للمرة الأولى genannt يذكر wird. يعني أنت لما تذكر كده الاسم أول مرة لأول مرة بيقولك أنت بتستعمل الأداة غير معرفة، وده صراحة مش صح قوي يعني، لأن لا والله صح، زاد أنا لما أفكر فيها كده صح. والله عمري ما فكرت فيها كده، بس هشرحها لك. مثلا إيه نقول لك إيه، جاء ولد للمدرسة، بنتكلم على الولد، جاء ولد للمدرسة فلما رأى الولد المدرس خاف. شفت ازاي؟ يعني جاء ولد للمدرسة بقى ايه غير معرف، فلما رأى الولد عرفناه ليه؟ لان هو اول ما جه المدرسة كان غير معرف، لما استمرينا في الكلام عرفنا ان احنا بنتكلم على انهي ولد، اللي هو الولد اللي جه. ونفس الحكاية هو بيقولها لك في الألماني، بس دي عمرها ما خطرت على بالي، شيء عجيب. يقول لك ايه، انبشتمت الأدوات الغير معرفة تستعملها في الجملة مع الاسم لما الاسم يظهر لأول مرة. ولكن ممكن كمان على فكرة لما الاسم يظهر لأول مرة تستعمل أدوة معرفة. يعني يقول لك ايه، der junge von أحمد، الولد بتاع أحمد يعني ابن أحمد، kam zur Schule، أتى للمدرسة. فانت ليك الحرية الاختيار، انت عايز تعرف مين اللي قتل المدرسة عرفه، ولكن لو انت معرفتوش لما تستمر في الكلام هتعرفه. طيب بعد كده بيقول لك unbestimmte، استنى كده، unbestimmte Artikel يعني الحروف الغير معرفة bedeuten يعنون auch ايضا دي تسال الرقم واحد، عرفنا دي ein junge ولد واحد. طب في الجمع بيقول لك ام بلورال، بلورال يعني جمع، ام يعني في، في البلورال في الجمع، بنوتست من الواحد بيستعمل كاينه لا unbestimmten Artikel، واحد لا يستعمل الادوات الغير معرفه. نطرح ادي لك مثال، استنى كان عايز ورقه اكتب فيها، ثانيه كده اجيب ورقه بعد إذنك. لاتاي نور، بس أنا بس أجيب لك الورقة هنا أهو. بص بقى، عايزين أكتب لك أهو القلم أهو. مثلا بنقول أين يونج، خلينا مع الولد أهو، ولد واحد كام أتى تسور للشولة، أتى للمدرسة. Der Junge الولد war neu، كان جديدا im في الدورف، كان جديدا في القرية im دورف. إذن بدأنا غير معرف ولما استمرينا في الكلام عرفنا الولد. لحد هنا أعتقد كلام سهل ومش محتاج ايه دكتوراه في حتى. طيب اما لو كلمنا في الجمع بنقول يونجن كامن زور شوله، زور شوله. شفت بقى ايه، دي جمع يونجن، ما قلناش بقى عين ولا مش عارف ايه، لا قلنا ايه يونجن، ولاد اتوا للمدرسه، اولاد اتوا للمدرسه. اذا في الجمع في اللغة الألمانية ما فيش أداة تنكير. نستمر في الكلام برضك بنعرفهم، يونجن كامن زور شولة يعني أولاد أتوا المدرسة، دي يونجن الأولاد waren neu im Dorf، حلو مغير. يعني نستمر في الجملة بنعرفها. أتمنى إن كده الكلام يبقى اتفهم، مش محتاج بقى إيه نتوه فيه خلاص. نبص بقى، اذا احنا في ادوات التنكير نحفظ بس المفرد لان ملهاش جمع. طيب نبص بقى ايه هما دول، المذكر يبقى عين، عين تش، عين بولوفر، عين تش يعني ترابيزة، عين بولوفر يعني ايه البولوفر. ولعلمك العين تش دي
ممكن نقولها كمان باللغة الألمانية بدل تش، نقول لك جملة كلمة حلوة تعجبك دي، خليك معايا. بالألماني بنقول إيه؟ ممكن نقول تش يعني سفرة، أو ممكن نقول إيه؟ تافل. طب إيه تافل دي؟ أصل كلمة تافل دي، تافل تأتي بالإنجليزي من table. table يعني ترابيزة. احنا بنشوف بالعربي نقول ايه؟ بالمصري بنقول ترابيزة، ولكن باللغة العربية بنقول ايه؟ طاولة. تابل. تيبل تأتي من طاولة، وطاولة الباء تتحول في اللغات إلى فاء كثيرا، فبالإنجليزي بنقول تيبل، بالألماني بنقول تافل، وتيبل تأتي من طاولة. بس اللي تعرفوا كده ايه الاصل الكلمات من فين، وانا مش من مؤيد ولا كل كلمه اصلها عربي ده كلام فارغ، بس في كلمات كثيره من اللغه العربيه في اللغه الالمانيه ولكن الواحد ايه مش شايفها. دي كانت حاجه تانية دي انا عايز ادخل هنا اهو. يلا طيب، اذا المذكر بنقول ايه؟ اين. المؤنث بنقول اين. طب عيني، ما تقولش بقى عيني عين قصر، يعني قصر في الايه اللي في الاخر. عين لامب، لامب يبقى احنا بالعربي اللمبه، بس هنا الكلمه العربيه ماخوذه من الفرنسيه اللمبه. لامب يعني ايه؟ هي بتاعت لمبه النور دي. عين ياك جايه من جاكيت اصلا، يعني كلمه انجليزيه دخلت بفرنسيه دخلت الالمانيه وتعني جاكيت. اين بت، بت دي كلمة ألمانية، بالإنجليزي بنقول باد، والدي كثيرا في اللغة الألمانية بتحول الاثنين تاء، عشان كده ايه اين بت. اذا دي النوترال اللي هي المحايدة، اللي هي مذكرة ولا مؤنثة، بنقول اين بت يعني سرير. واين تي شيرت طبعا دي كلمة أمريكية أصلا، اللي هو التيشيرت اللي انت تعرفه اللي هو القميص ده اللي عامل زي التي، عشان كده اسمه تي شيرت. وده الاخر باللغه الالمانيه يبقى محايد. بس وانا بدردش معاك كده بعد اذنك عشان انا ظهري تعبني، ناخد البرشام. طيب نستمر بقى ايه في المسيره بتاعتنا النحو باللغه الالمانيه في ساعه اونلاين. جيب لك مثلا هو بيقول لك auf der Straße läuft ein Hund. auf يعني على، ده المفروض يبقى سهم يا جماعة. auf der Straße läuft ein Hund. تيجي هتقول ايه der Straße دي، ايه der Straße دي، ليه انت بتقول auf der Straße؟ مش لسه قايل انت فوق اسمها ايه دي؟ ثانية واحدة كده، شتراسة يعني شارع أعتقد جت هنا. صبرا صبرا صبرا، لا والله ما جتش. هي عامة شتراسة مؤنثة اسمها دي شتراسة، ولكن هي هنا بقى إيه؟ دي بقى إذا ديكلناسيون يعني إيه، حصل نوع من التشكيل، دي اتقلبت دا، هنشرحها بعدين في الداتيف والأكوزاتيف. روق معايا دلوقتي وكل شيء هتفهمه. أوكي؟ يبقى احنا وصلنا لحد دلوقتي، وصلنا لحد فين؟ وصلنا لمجرد ان انت تحفظ ست كلمات او ست ايه ادوات. der دي das und ein eine ein، المعرف وغير المعرف. طيب ندخل بقى ايه للشرح بتاعهم. شوف يا سيدي، قال لك ايه bestimmte artikel، اهي بشتمت ارتكل الادوات المعرفه، بنوتست من الواحد بيستعملها، فن لما، داس نومن الاسم، بكانت معروف، اودا او جناو بالضبط، بشريبن يوسف است يعني از از دي از. اذا بيقول لك هنا الاداه التعريف الواحد بيستعملها لما الاسم يكون معروف او لما الواحد بيوصفه، لما توصف الاسم.
اطرح لك مثل. احنا بنتكلم مثلا ايه عن الكلب بتاع جارتنا. جارتنا عندها كلب، واحنا دلوقتي بنتكلم عن الكلب ده، فبقوله ده هوند فا ام جارتن. ده هوند، الكلب، فا كان في ام جارتن، في الحديقة. الكلب كان في الحديقة. اذا انا الكلب ده اعرفه. اما لو انا الكلام سألينه فوق، لو ابتديت بكلب غير معرف، يعني ein Hund kam gelaufen، كلب اتى ايه ماشيا كده. der Hund hatte nasse Füße، الكلب كانت رجليه ايه مبلوله. اذا احنا بيقول لك لما بوصف بقى ايه الغير معرف، لما بطير في وصفه بوصفه، لان احنا عرفنا غير المعرف ان احنا بنتكلم عنه. يعني انت لما بتبتدي شيء بغير معرف، يعني مثلا بقول لك ايه علبة السمك، لا علبة السمك دي معرفة لأنها مضاف مضاف إليه. بيقول لك جنيه وتاه، قال لك إيه؟ الجنيه تاه؟ قول له الجنيه تاه، بس الجنيه لقيناه تاني. إذا ابتديت غير معرف، ولما ابتديت توصف وتتكلم عن الجنيه اللي هو اللي غير معرف، فهو عرف بسبب إن إحنا اتكلمنا عنه. وهذا هو الكلام هنا، بيقول لك ان الاداه التعريف بنستعمل لو احنا بنتكلم عن حاجه محدده احنا هنعرفها، او لما بنستمر في وصف شيء غير محدد. طيب جايب لك بعض امثله، وانت عليك ان تحفظ هذه الامثله، يعني انت يعني زكي على نفسك بالحفظ. der Käse، Käse يعني جبنه بس هي مذكره. der Tisch، الترابيزه. der Pullover، البولوفر. ناخد بقى حاجه فيمينين، كاتب من شويه اخطاء. دي شوكولاته، شوكولاته، تعرف شوكولاته ها. دي لامب اللي هو بتاعت النور. دي ياكل، شرحناه، جاكيتة. نويترال اللي هو المحايد. داس بروت، بروت يعني خبز. داس بيت يعني السرير. داس تي شيرت، حلو كلامنا. فطرح لك بعض الامثله، وبعد كده بياخد بعض اعتقد نفس الامثله اللي هو ايه ادوات التنكير. يبقى ادوات التنكير دي نشرحها لك. دي نيجاتسيون، نيجاتسيون يعني نيجيت، يعني ايه التنكير. دي اهي معرفه، دي نيجاتسيون التنكير. كاين حاطط ايه بين خطين كده، بيقول لك التنكير كاين، كاين اللي هي أداة التنكير. هو خلاص كان بيقول أداة التنكير اللي هي كاين، فبقول لك التنكير كاين يعني بكلمة كاين. بنوتست من، الواحد بيستعملها، بنوتست من فور، قبل ديم، ده تعريف. نومن قبل اسم. باي عند، اينر واحدة، فناينوم عند تنكيرايه كده لما بتنكر حاجه. نطرح لك مثلا قبل ما نقرا اللي هنا، بيقول لك هاست تو كيزا، عندك كيزا، عندك جبنه. هتقول له ايش هاب كاينن كيزا، كاينن ما عنديش. لاحظ ان انا هنا عملت كلمة هنا كاين كيزة، في الحالة دي بتتقلب كاينن كيزة، وهنتكلم عنها، هنتكلم عنها اللي هو اللي احنا قلناه بالعربي اللي هي التشكيل، بالالماني هي الديكليناسيون، بنغير الاحرف. كاين بتبقى مثلا كاينن او كاينم، ده بتتقلب ديم او دين، وهلم جرى. هنحفظهم هنعرفهم، بس عايزك بس تفهم ايه كاين دي، يعني بتنفي الشيء. مثلا كاين تش، ما فيش ترابيزة. ده ممكن كاين فعلا ترجمها بالما فيش المصري، او لا، او لا يوجد، او ليس عندي، او هلوم جر. كاين زلات، زلات يعني سلطة، اللي هو كاين يعني ما فيش سلطة. يعني مثلا ايه انت بتاكل، تقول مثلا ايش او عملت اكل. ich habe Hähnchen
gemacht, أنا عملت فراخ, هنش يعني فراخ, gemacht يعني عملت, ich يعني أنا, habe يعني I did, ich habe Hähnchen gemacht, أنا عملت فراخ, aber ولكن keinen Salat, ولكن ما فيش, ما عملتش أو أي مكان سلطة, يعني أنكرت إن أنت عملت سلطة. يبقى كاين دي عادت على الفعل الأولاني, ich habe Salat gemacht, يعني أنا صنعت سلطة. عايز تقول ولكن لم أصنع, أنا عملت فراخ, أنا آسف, يعني أنا عملت فراخ ولكن لم أعمل سلطة. لم أعمل دي اتقلبت كاين, ماشي, وهي سهلة تتحفظ. يعني بتقول إيه, أين بتبقى كاين, أين بتبقى كاينة, يعني مش معضلة يعني. طيب ناخد الأمثلة, نستمر في الأمثلة. كاين كيزة, ما فيش جبنة. كاين تش, تنكير الترابيزة. كاين زلات, تنكير السلطة. كاين شوكولادة, بتنكر الشوكولاتة. كاين لمبة, بتنكر اللمبة. كاين إيدي, إيدي يعني فكرة, ما فيش فكرة. كاين بروت, تنكير الخبز. كاين بيت, بتنكر السرير. كاين فتا, فتا يعني جو, طقس. كاين فتا يعني مثلا الجو لو زي الزفت ممكن انت تحصل داس است كاين فتا, ده مش جو, ده داس است كاين فتا. ها, او مثلا واحد غلط فيك وجي يعني بيتاسف, بس بيتاسف كده ب ها مش قوي يعني, فبتقول له داس است كاين انشولديجونغ, هذا ليس اعتذار. كاين انشولديجونغ ليس اعتذار. او مثلا واحد مديون لك مثلا قول 100 يورو, فجي عطالك بدل 100 يورو عطالك 100 سوداني مثلا في ايدك, او 100 اي حاجه بونبوني في ايدك, فتقول له داس است كاين جلد, ده دي مش فلوس, دي داس است كاين جلد, ده جايب لي سوداني وفلفل وبتاع, داس است كاين جلد. اذا كاين دي بتنكر. طيب واحد بيقول لك wir haben, يوجد عندنا, leider, للأسف, keine Orangen, لا يوجد عندنا ايه, برتقان. mehr يعني لسه, ما عادش عندنا برتقان لسه, خلاص انتهى البرتقان, ماشي. طيب ندخل بقى على موضوع الديكليناتسيون, دي الكلمة اللي انا قلتها من شوية دي. ايه الديكليناتسيون دي يا اخويا ويا اختي, مش عايز بقى ايه, انا نبقى نفضل الرجال على النساء, كلنا زي بعض. طيب ديكليناتس, ايه ده, بعد اذنك, ديكليناتسيون, لا انا ما عايز نغيره, ناخد بقى ايه, انا ما اختار, ثانية واحدة. ديكليناتسيون يعني ايه, احنا ممكن فعلا نسمي ديكليناتسيون, ممكن نقول عليها الاعراب مثلا, احنا في تعلمنا في المدرسة بيقول لك ايه, مش عارف ايه مرفوع ولا مرفوع بعد كان, ومش عارف منصوب بعد ان, وكلام ده. اذا اللي هي ايه الاعراب, الكلمه جايه ازاي وبيتغير فيها ايه بسبب ايه, هي دي الديكليناتسيون. فبيقول لك نومن الاسماء werden يكونون ديكلينيت. اعذر انا لازم اقطع هنا. الاسم بالالماني يعني مثلا اسمك ايه, بيقول لك was ist dein name بالالماني, يعني نا اي نام, ده الالماني. امال ايه نومن, دي نومن دي لاتيني, وبالك واحنا في النحو الالماني بنستعمل ايه كلمات من اصل لاتيني كثيره جدا. اذا نومن دي يعني اسم بالايه باللغه اللاتينيه, نومن ومقصود به اسماء. werden يكونون dekliniert, ولا ايه تشكلوا, durch عن طريق änderung يعني تبديل او تغيير, des artikels بتغيير الارتيكل, بتغيير الاداه. اذا ترجمتها الاسم مثلا هنقول يشكل, ها يشكل هذه الشين دي عن طريق تغيير, اعذروا خطي, الادوات
مقصود بأني أدوات اللي هي der, die, das und ein, eine, ein اللي هي أدوات التعريف وأدوات التنكير وأدوات الأدوات الغير معرفة. لموم كده مع بعض في الصفحة دي ثانية واحدة كده أهو بعد إذنك عشان إيه ما نلخبطش في الكلام. عندنا الأدوات التعريف der, die وداس وأدوات اللي هي مش تنكير اللي هو الغير معرفة عين للمذكر عيني للمؤنث وعين للمحايد. وأدوات التنكير تبقى كاين مفيش كايني مفيش كاين اللي هو هنا ايه مذكر مؤنث والمحايد هعمله كده يبقى عنده الاثنين ماشي. دي عايزك انت ايه تحفظه مصمم لان دول اساس اللي انت عليه هتبني النحو بتاعك كله تقريبا يعني لما تغلط في دول ممكن ايه بالظبط زي لما بقول احنا اتعلمنا في مدرسه اللي هي الايه انما يخشى الله من عباده العلماء. بالظبط انت لو غيرت في دول ممكن ايه لما الناس ما يفهموش انت عايز تقول ايه بالظبط غالبا هيفهموك بس ايه خليك يعني ايه تبقى مفهوم بلغه المانيه يعني سلسه وبطلاقه. ندخل بقى يا سيدي ايه في موضوع التشكيل ده او الاعراب. طيب عندنا ايه اربع حالات انت عايز ايه تحفظهم تعرفهم الاسماء دي لازم تتعلمها يعني ما فيهاش تهريج لازم تحفظهم. اولا عندنا حاجه بالالماني اسمها نوميناتيف هكتبها لك اهو بخط كبير نو مي ناتيف اهي نو من اهي يعني ايه الحاله الـ 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 الاسم والمقصود بيه الفاعل. طبعا الكلام ده قلته قبل كده المشكله في النحو يا جماعه ان يعني انا بدرس عربي باللغه الالمانيه بتطلع عيني يعني انت لما تيجي بقى ايه تقول ايه مبني للمجهول ولا مش عارف ايه هتشرحه بالالماني ازاي يعني شبه مستحيل. فلازم انت تعرف ان في اللغه الالمانيه يعني احنا لما بنقول مثلا باللغه بالعربي بنقول الاسم بنفكر على طول اسم مبتدا وخبر ومش عارف ايه بس باللغه الالمانيه انت لما تقول اسم بيبقى دايما فاعل يعني اصلا ما عندناش جمله فعليه يعني ما عندناش في الالماني الا جمل اسميه الا وان انت سالت سؤال يعني على سبيل المثال ايش انا اس اكل ابفل انا باكل تفاح ايش اس ابفل انا باكل تفاح لما تسال واحد ما تقولوش دو اسن ابفل ما تقولهاش كده بتقول است دو اتاكل انت فانت بتبتدي السؤال دائما شبه دائما يعني بجمله فعليه. فالجمله الاسميه لم ايش اس ابفل انا الفاعل انا باكل تفاح يعني طبعا انت هتقول لي بس دي جمله اسميه ما فيهاش فاعل لا باللغه الالمانيه فيها فاعل المبتدا باللغه الالمانيه يعتبر فاعل وبالعقل كده يعتبر فاعل فسوى هي يعني لما تسمع كلمة فاعل دي باللغة الألمانية ما تفكرش انت بقى في جملة اسمية وجملة فعلية ومش عارف ايه لا اعرف ان هو الاسم المبتدأ او الفاعل يعتبر فاعل بالفهم الألماني. فالنوميناتيف ده دائما الفاعل وبنسأل عنه بنسأل لما تعرف حالة نوميناتيف ازاي تعرف بتسأل عنه بتقول من او ماذا على سبيل المثال من أكل التفاحة؟ مروان أكل التفاح. ولما ماذا مثلا إيه؟ ما أو ما هذا؟ تقول له هذه مش عارف إيه صبورة مثلا لو لا صعبة دي أشرحها لك إزاي دي بالألماني؟ فاس اللي هو هي was ist das صراحة يعني ما هذا تقول له das ist ein Apfel هذه تفاحة. فإذا النوميناتيف يا جماعة اللي هي دي بنسأل عنها بكلمة wer أو was اللي هي الأدوات الاستفهام.
فدائما لو انت تقدر تستعمل كلمة that، تقدر تستعمل كلمة من، فلتعلم ان الاجابة ستكون نوميناتيف. عايز انت تعرفها دي. وده معناته ايه؟ ده معناته مهم، لان النوميناتيف يا جماعة، استنى كده انزلك تحت هنا اهو، الرد عليه دائما بالحالة دي. النوميناتيف الارتيكل اللي هم الادوات فيها لا تتبدل، تفضل كده. نضح لك مثل، انا شايف سرير او في المحل، فبسأل was ist das، ما هذا؟ هترد انت بالالماني هتقول له ein Bett. شفت رد ein Bett. اما مجرد للفهم، لو سألت على ماذا تقف، يعني على ماذا تقف انت، هتقول لك، مش هتقول ein Bett، هتقول auf einem Bett. شوف ein دي اتقلبت einem، يبقى السؤال على ماذا يأتي دائما بالإجابة einem او keinem او dem، دائما فيها الميم دي في الآخر. فإذا انت عايز تعرف السؤال wer، يا دنيلة wer، وعايز تعرف السؤال was، لأن أنت بالسؤال تعرف الإجابة هتبقى نوميناتيف، ولو الإجابة نوميناتيف لا تبديل في الأداة، لازم تعرف أنت في الأدوات. أين بتفضل أين، كاين بتفضل كاين، أيني بتفضل أيني، كايني بتفضل كايني، دي دي داس بتفضل دي دي داس. عشان كده سيادتك وسيادتك لما تيجوا تتعلموا فوكابل، لما تعلموا مرادفات وكلمات، دائما لازم انت تكرر الكلمة بالمذكرة والمؤنث المحايد. يا اما تتعلم ليش مثلا تاسة، تاسة كوباية او فنجان، ما تقولش تاسة، تقول دي تاسة. لازم تعرف دي تاسة عشان تعرف دي المؤنثة، ولو جت في حالة نوميناتيف لا تبديل لها، تفضل دي تاسة. يعني مثلا was ist das، ما هذا، das ist die Tasse oder eine Tasse، اللي هي المعرفة die Tasse أو الغير معرفة eine Tasse. لو أنت سألته ist das eine Tasse، أهذا فنجان، ممكن تجاوب تقول das ist keine Tasse، لأن أنت بتستفهم عن شيء ب was، was ist das. ماشي؟ طيب إذن أنت عايز تعرف النوميناتيف ده الحالة الفاعل، وتأتي إجابة على أسئلة إيه؟ wer و was. افتكرها دي، اكتبها على ورقة wer und was، أهي من وما، سيبك من ماذا دي، وما، من وما، ما هذا، ومن أكل، ومن فعل، ومن صنع. ماشي؟ طيب تيجي بقى إيه؟ حاجة اسمها جينيتيف. ايه جينيتيف دي؟ ده حبست انا دورت، هتلاقي غالبا في الترجمة او في الشرح العربي هقولك ده المضاف اليه. طبعا احنا نعرف المضاف والمضاف اليه، عم بتيجي بتتشرح بالمضاف اليه. سؤالها دائما وسن، وسن، وسن يعني بتاعت مين، بتاعت مين، ملك من، وسن، وسن يعني بتاعت مين، ملك من. نضع لك مثل، وسنس تاسة ist das، بتاعت مين التاسة دي، بتاعت لأن مؤنثة دي تاسة، وسنس تاسة ist das. بنرد بقول حسنس تاسة على سبيل المثال، يبدأ الجينيتيف. أو مثلا نجيب مثال ازاي بقى، هي بس دي دائما دائما تيجي للعلم، بس هي تأتي كمان مثلا دي شال، القشرة دي شال، فبنقول وسن شال قشرة ايدي، دول دي شال دس
Apfels. هي أصلاً دي أبفل بتتقلب des Apfels. يا سنسوخة احفظها كده، هنذاكرها، هتيجي تحت الأمثلة. بس عايزك تفهم كلمة genitive دي تسأل عنها بwessens، أو بتاعت مين، أو بتاعت إيه. يعني أنت لما تستفسر كده، يعني لما تحب تقول أي جملة، تعرف موضع الكلمة أو نوع الكلمة جنسها من السؤال عنها. وكلام ده جائز في العربي. يعني مثلا أنت مثلا في اللغة العربية بتقول إيه؟ الولد ذهب لمدرسة أحمد. الولد ذهب لمدرسة المدينة، لمدرسة المدينة. الولد ذهب لمدرسة المدينة. طيب لما تسأل مدرسة مين، هتقول مدرسة المدينة، إذن المضاف إليه. كذلك باللغة الألمانية الجينيتيف هتقول فيسنس شولة، أو دي شولة فون فيم، ولا المدرسة بتاعت مين دي، هتقول مدرسة المدينة، يبقى ده الجينيتيف. والشائع في الجينيتيف ان الكلمه او الاداه يضاف اليه حرف السين اس. اوكي، الغالب مش دائما. اوكي طيب، تعالى لي كده اللي بعديها، الداتيف. الداتيف مثل بسيط جدا. عندي في فيلم الافلامي واحد لسه يعني في الواحد لسه بيمشي بيتعلم اول كلمتين في الالماني في الافلام، اللي هو تعلم اللغه الالمانيه لسه في اول كلمتين، فكاتب لي تحت في اليوتيوب لك مش عارف ايه، شكرا بس كل كلامك غلط، لان اصلا ما اسمهاش اوف دير بانك، اسمها اوف ديم بانك. يعني استغربت ايه اللي بيقوله ده. هو البنك اللي هو الكنبه بالنسبه له مذكره، هو افتكر مذكره عشان بيقول لك اوف ديم بنك، ولكن بالالماني هي مؤنثه اوف دي بنك، فهي لو مؤنثه بتبقى اوف دير بنك، لو شيء مذكر بتبقى اوف ديم. يعني مثلا دير تيش، تيش يعني ترابيزه، فبتقول اوف ديم تيش. اما لو مؤنثه دي تافل، برضه تافل كلمة أخرى للترابيزة، أوف دير تافل. إذن داتيف في حروف جر تأتي معها دائما، ولكن الـ لما تسأل عن شخص كداتيف تسأل دائما فيم. نترجم بالعربي إزاي دي؟ ابتدي انا بمثل الاول. Ich gebe dem Jungen einen Stift. انا بعطي للولد قلم. ايوه، يبقى wem دي يعني لمن، ودائما بيبقى قبليها ايه، فعل متعدي، يعني لمن تعطي القلم، لمن تذهب اليوم. حلو كلامنا. إذن السؤال في الداتيف دائما فيم. طيب والأكوزاتيف دي حتى كده في الكتب العربية بيقولوا حالة النصب، يعني ما أنا مش عارف حالة النصب دي، يعني ممكن نتقبلها كده، بس هي سؤالها فين بالان. يعني في فرق بين فيم، بص عندي اهو بكتب اهو، بص على الشاشة اهو فيم، وكلمة مثلا ايه فين، اهي في فرق. واحدة بتنتهي بالنون يا دنيلة، واحدة بتنتهي بالنون وتانية بتنتهي بالميم، اهي نون وميم. سؤال فيم يعني لمن، وفين ممكن نترجمها ازاي دي، نترجمها ازاي دي. فين ممكن نترجم من، ممكن نترجم من غير لي، لمن ومن. اطرح لك مثل، لمن تعطي القلم، ماشي، اجابتها
داتيف. ولكن من تضرب اليوم؟ إجابتها أكوزاتيف. مش هتقول لمن تضرب، لا، من تكافئ اليوم؟ أنا بسأل المدير من ستكافئ اليوم؟ إجابتها أكوزاتيف. يستحيل أن تقول لمن تكافئ اليوم، ما تنفعش دي، هتقول من. إذن الفعل بينتهي على الشخص ده، عشان كده بيبقى مفعول بمسح، عشان كده حالة النصب. أما لمن إجابتها داتيف. هتجد دلوقتي أمثلة كتيرة جدا، بس أنت عايز تعرف في الكلمات دي. إذن عليك الآتي، الآن الآتي، أنا هجيب الأستيكة أهو ونطلع إيه الكلام اللي أنت عايز تحفظه، وتحفظه صم، ما فيهاش تهريج دي خالص. النوميناتيف يا حبيبي تفتكر لها ver و was، وضربنا لها الأمثلة. الجينيتيف اهو هكتبها جين، تحفظ لها ايه؟ فسن، بتاعة مين؟ فسن. والداتيف تحفظ لها ايه؟ فيم، يعني لمن. والاكوزاتيف، هي الاكوزاتيف هعملها كده، تحفظ لها من. بس ثانية واحدة كده نعمل ايه. طب يا حبايبي رجعت لكم اهو، ناخد بقى الامثله. هو جايب هنا امثله كتيره جدا وعايزين نقراها ونفهمها، ولو فهمنا الامثله هتفهموا الباقي كله. جاب لنا امثله متقون بشتمتن ارتكل، يعني بادوات غير معرفه. جايب امثله بادوات معرفه اللي هو دادي داس، واكيد جايب كمان امثله تحت باللي هي اللي هو بالنفي، المنفية دي كاين. نقراهم وناخد الأسئلة اللي ممكن تطلع منها. نبتدي بقى ايه استنى، نبتدي بقى بالغير معرف احسن اهو بده. يلا بقى شوفوا بقى، كلام سهل جدا. النوميناتيف بالأنبشتمت، الأنبشتمت اللي هو المذكر عين، المؤنث عين، والمحايد عين، عرفناهم فوق دول ماشي. فجايب هنا اول امثله، شوف was، ماذا، was ist das، ما هذا، das ist ein Tisch، was ist das، das ist eine Lampe، was ist das، das ist ein Bett. اما في الجمع قلنا ما فيش الاداه الغير معرفه، قلنا فوق الجمع ايه؟ ein junge، ولكن jungen افتكروها دي. فاذا plural اللي هو جمع. für alle nomen جايب لك ايه؟ قال لك ايه؟ stühle، كراسي. يعني لو سالت was sind das، ما هذا هؤلاء، ولا دول الحاجات دي ايه؟ رد ايه؟ das sind stühle، تبقى غير معرفة. احنا بنقول ein Stuhl، ولكن Stühle من غير أداة تبقى غير معرفة ماشي. اهو was ist das، das ist ein Pullover، ده ايه؟ ده Pullover. was ist das، das ist eine Jacke، was ist das، das ist ein T-Shirt. كل الكلام اخدناه فوق. اما جمع شوه يعني جزم. طيب لما نسأل was sind das، دول ايه دول؟ ردها das sind شوها، لا عين ولا ماين ولا اي كلام من ده. طيب ein Wohnwagen، wagen يعني بالانجليزي wagon يعني عربة، wohn للسكن، عربي للسكن اللي هو الاوتوبيس لما المعروف عندنا اللي هو الايه بتاع الرحلات انت بتنام فيه وتاكل فيه بتاع، بنسميه ايه؟ ein Wohnwagen. was ist das، das ist ein Wohnwagen. was ist das، das ist eine Altbauwohnung. ثلاث كلمات alt bau wohnung. alt bau يعني مبنى قديم، wohnung يعني شقة في مبنى قديم، alt bau wohnung. was ist das، das ist ein Bauernhaus. ليه؟ لأن دي كلها das، ها اسمها das Bauernhaus، تبقى ein Bauernhaus.
هي المحايدة، وجمعها داس ها، مش جمعها الجمع، جمع محايد على سبيل المثال هاوس جمعها هويزا. لما نسأل اوه فاس اس داس، دول ايه دول؟ تقول على دول دي بيوت، انت مغفل ولا دي بيوت؟ فتح عينك، داس سنت هويزا. حلو. طيب الجينيتيف اللي احنا قلنا عليها اللي هي المضاف اليه دي، سؤالها فاسن، قلنا الجينيتيف سؤالها فاسن، وقلنا عليها فوق ايه، ولما نسأل الجينيتيف نسأل ايه؟ نسأل فاسن اهي، بتاعت مين المضاف اليه دي. طيب ردها اينستيشس، هي اين، اين اهي فوق اتقلبت اينس. فكر فكر كده، قلت لك ايه الحاجه اللي هتجدها دايما في الجينيتيف؟ ان السين بتدخل في وسط الكلام. طيب اينس، نشحالك بمثل. لازم انت تفتكر تتخيل ان الترابيزه دي علم ومش جماد، ماشي؟ فبنقول ايه؟ دي فورم اينس تيشس، دي فورم الفورمة يعني الشكل بتاعت ترابيزة اللي هي المضاف إليه. ما احنا باللغة المصرية، سيبك من العربي، بالمصري المضاف المضاف إليه بنحط فيه دايما إيه؟ بتاع. يعني مثلا باللغة العربية بنقول إيه؟ حذاء الولد، حذاء الولد مضاف مضاف إليه. بالمصري بنقول الحذاء بتاع الولد، صح؟ وفي اللغة الألمانية اعتبار لغة مصري، الفورم الفورما الفورم بتاعت ترابيزه اينس تيشس، دي فورم اينس تيشس مضاف مضاف اليه. حلو الكلام، سهله دي، ماشي. ولا مثلا بنقول ايه؟ دي فارب اللون اينس بولوفرز، لون بتاعت بولوفر. Das Rad العجلة eines Wohnwagens بتاعت عربية السكن، بتاعت عربية سكن، لأن دي غير معرفة، اعذروني. Eine Lampe، هي أصلا eine Lampe بتتقلب في الجينيتيف هنا، بتختفي السين بتيجي فيها الراء بدل السين، ودي فقط في المؤنث. يا سلام، يعني Lampe دي المؤنثة، دي Lampe عشان كده المعرفة دي، الغير معرف أيني، ماشي. أما في حالة الجينيتيف ال بتتقلب أيني إلى أينر، يعني مثلا بقول الضوء بتاعة لمبة، داس ليخت أينر لمبة، الضوء بتاعة لمبة، داس ليخت أينر لمبة. ياكا بنقول مثلا إيه؟ Der Garn oder der Stoff oder das Leder einer Jacke. Das Leder gilt بتاعت جاكيت. Das Leder einer Jacke. أو einer Altbauwohnung. Altbauwohnung. فهمناها خلاص، مش هنطيل فيها. إذن المضاف اللي في المؤنث بتبقى الغير معرف، بتبقى eine، بتتقلب إلى einer. طب وفي المحايد؟ بتتقلب إلى إيه؟ أنا آسف، أنا اتلخبط. شوف ليه انا ليه اتلخبطت هون، ما اتلخبطتش، انا سقطت هنا، دخلت تحت في الداتيف مش في الجينيتيف، اعذروني، انا اصلا هنا فوق. بس هو عشان الحاله الجينيتيف مطابقه لحاله الداتيف، اهو اينا لامبا، اينا اينا هنا، اينا اينا انا، هي مطابقه، عشان كده هنا اتزحلقت نزلت تحت. بس احنا بنتكلم دلوقتي في المضاف اليه، في في الجينيتيف، اعذروني انا فوق هنا. يبقى تذكر ايه؟ ايناخ. اما في المحايد تبقى اينس. لاحظ ان الـ في الـ في الـ في, الـ في الادوات الغير معرفه في الاون بشتمت دائما هتجد، هعملها لك لون اهو، هتجد ان المذكر مطابق للمحايد. اعتقد لون ده اكتر من لازم اهو. شوف المذكر اينس اينس اينس، المحايد اينس 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 في الجينيتيف، كذلك في ده وفي ده لسه هنقراهم، ما عدا هنا في الاكوزاتيف في فرق. بس في النوميناتيف وفي الجينيتيف وفي الداتيف هتجد دائما
المذكر مطابق مع المحايد. طيب خلصنا احنا من المضاف اليه، ندخل بقى ايه في موضوع الداتيف. والداتيف قلنا دي سؤالها لمن، دعبستلك فيها في في القاموس الرسمي الالماني العربي، قال لك حالة المعطى له. يا سنسوخ، ايه الكلام ده؟ حد يفهم الكلام ده؟ احنا نحفظ بس ايه، نتذكر سؤالنا فيم لمن مثلا. طيب اينم تش، طبعا تش دي ترابيزه، بس لما تسال لمن صعب تنجد. انت بقى تخيل الترابيزه دي مش جماد ولكن ايه، علم. لمن تعطي الشوكه؟ اذا تقول بالعربي انا اعطي الشوكه اينم تش، انا هدي الشوكه لترابيزه اينم تش. او مثلا ايه، اينم بولوفر، يعني مثلا لمن تعطي البادج اللي هو تلزقه على الصدر ده، تقول له ايه كي بس اينم بولوفر، سؤال فيم، او اينم فون فاجن. ولو ان لسه فيها كلام دي، بس صبرك معايا. المؤنث بتاعه اينار، يعني لو سالت سؤال ورديت على لمن، لو سالت سؤال لمن بمؤنث اينار لامب اينار ياكا اينار الت بافونون، والمحايد اينم اينم اينم. طيب الحاله الجمع اصلا ما فيهاش دائم، ما تفرقش بقى لو جينيتيف ولا اكوزاتيف ولا داتيف ولا هباب نوميناتيف، ما فيهاش اصلا اي اداه قبلها، عشان كده ايه مش هتتعبك دي. الاكوزاتيف الا وهي حاله النصب اعتقد، اللي هي فين من. إذن ردها ايه، اينانتش، اللي هي الفرق هنا ان هي بتنتهي هنا بام وهنا بان، يعني هنا ميم وهنا نون، وهنا ايه ميم وهنا مفيش. دي الحاله الاستثناء الوحيد اللي فيها ايه المحايد مش مطابق مع المذكر، تذكرها دي. الاكوزاتيف استثناء فيها المحايد لا يتطابق مع المذكر. طيب ندي مثل عشان نفهم الفرق. طبعا هو دي امثله خايبه جدا، بس انا هنا تش يعني ترابيزه، تش يعني ترابيزه، هنا قلنا لمن وهنا قلنا من. لما تسال لمن اعطيت الشوكه، اعطيت الشوكه اينم تش، اهي ميم اهي. لما تسال من كسرت اليوم، تقول كسرت اينن تش بالنون. حلو، اذا اينن بولوفر اينن فون فاجن. المؤنث اينه لامب اينه اينه، اما المذكر مثله مثل النوميناتيف اهو، تعالى لي هتجد دي مطابقه لدي، ماشي لا فارق بينهما، دي مطابقة لدي. إذن المحايد الأكوزاتيف مطابق للمحايد النوميناتيف أو الفاعل والمفعول به. طيب ندخل بقى إيه على الأدوات المعرفة، ما دي كلها غير معرفة. ندخل على المعرف، ندخل على المعرف من المعروف، أو دخلنا على البشتمت أرتيكل. والبشتمت أرتيكل سهلة، أنا هكتب إيه اللي فوقيهم اهو، دا انت فاكرهم اهو، مذكر دي مؤنث والمحايد داس. بتتقلب بقى النوميناتيف، مش هقعد بعيد فيها، بتتقلب داتش، يعني دا بتفضل دا ما بتتقلبش، دي بتفضل دي مش مشكله، داس بتفضل داس. ليه؟ لان النوميناتيف قلنا احنا في اول الكلام النوميناتيف بيبقى على حاله لا يتغير. اما في الجينيتيف اهو بقى داس تشس، شوف داس تشس
اما هنا der Lampe des Bettes des T-Shirts. وقلنا الكلام ده ان المذكر هنا المحايد هنا مثل المذكر، ونفس الكلام في الداتيف المحايد مثله مثل المذكر، فقط الاستثناء الاخر هنا ان هنا المحايد يتطابق مع النومناتيف ولكن لا يتطابق هنا مع المذكر، يعني ده زي ده، ده زي ده، ده زي ده، اما في الاكوزاتيف يختلفوا. في حاجه لعلمك سهله انت ممكن تفتكرها، يعني الجينيتيف ده كتير ناس كتيره بتتلخبط فيه، اللي هو المضاف ومضاف اليه. خليني امسح الهباب اللي انا عامله ده كله واشرح لك حاجه في الجينيتيف عشان تعرف تفتكرها بسهوله. شوف يا عم، الجينيتيف الحاله اللي فيها تيشس تس تيشس داس بتس داس بولوفرز داس تي شيرتس. شوف بقى لما تبص فيها هنا فوق، حاول نجيب الاثنين على نفس الصفحه كمان شويه اهو، خليني امسح الكلام ده هنا كمان عشان ايه اوريهولك. هنا فوق ايه الغير معرف اللي لسه عاملينه دلوقتي اهو، تعالي لي هوبا يلا كمان دول. شوف بقى هنا اينس اهي اس تشس، هنا داس تشس، هنا اينس تشس، هنا بقى ايه دير لامب اينر اهي اي ار لامب. شفت الكلام؟ يبقى هنا راء وهنا راء، هنا سين وهنا سين، هنا سين وهنا سين، اينس بتس داس بتس. اذا الجينيتيف تذكر برضك ايه، يعني في نوع من الموسيقى انت كل ما تتكلم اكثر كل ما هتسمع الكلام ده احسن، هيطلع منك بغير تفكير، مش هتفكر كتير في الكلام ده، بس هو ايه كل بداية فيها ايه صعوبة. النيجاتيون نفس الموال، نفس الموال، لا فارق، اللي هو النفي لا فارق على الاطلاق اهو. النوميناتيف تفضل زي ما هي، كاين كايني كاين، اكبرها شوية عشان ايه نشوف مع بعض. الجينيتيف نفس الموال، كاينس تيشس كاينر لامب كاينس بتس، نفس الموال. وقلنا اهو نفس الحكايه، المحايد متطابق مع المذكر، وكذلك في الداتيف المحايد متطابق مع المذكر، فقط في الاكوزاتيف هتجد المحايد لا يتطابق مع المذكر. لازم ايه تذاكرهم دول، ولكن يتطابق زي ما قلنا ايه هنا الداتيف يتطابق مع النوميناتيف فقط في حالة المحايد، وكمان ايه في الجامعة طبعا هنا ما لازم تحفظ الجامعة اهو الجامعة نسينا نقوله، نسيت اقوله فوق كمان بعد اذنكم، هنا الجامعة في البشتمت ارتيكل نسيت احفظه لكم، بس الكلام ده ممكن تحفظه، اللينك موجود تحت، انقر على اللينك واكتب الكلام ده اطبعه واقعد احفظ فيه من الصبح بالليل. طيب اوكي، يبقى عدينا عليهم دول كلهم، ندخل بقى على ايه. لا ده احنا كده انتهينا من الكلام ده يا جماعه، انتهينا هنا من ادوات التعريف وادوات الادوات الغير التعريف وادوات التنكير. ماشي طيب، في بقى معلومة لازم نقولها ألا وهي حروف الجر. أعتقد هي مش مكتوبة هنا حتى، بس هجيبها لك أنا دلوقتي. في حروف جر دائما تأتي مع حالة الأكوزاتيف، وفي حروف جر دائما تأتي مع حالة الداتيف، وعليك تحفظ الكلام ده. يعني احنا بالعربي بنحفظ إن وأخواتها وبنحفظ كان وأخواتها، ولكن في فرق بقى بين يعني كان اللي بترفع وإن بتنصب، كذلك انت ممكن تحفظ باب الالماني الحروف الجر دي بترفع والحروف الجر دي بتنصب مثلا. فانت عشان تفهم الكلام ده عليك الفعل الاتي، ان انت تفتح الصفحه دي وتحفظ بالذات ايه حالات الداتيف والاكوزاتيف، لان دي اللي فيها صعوبه. هي راحت فين حالات الداتيف اهي؟ بعد اذنك نكبر شويه كده اهو، انت لازم عليك ايه فعلا دي ما فيهاش تهريج، تحفظ حالات الداتيف كلها وحالات الاكوزاتيف لغير المعرف وللمعرف وللمنفي، ده عليك لازم تحفظهم ملهاش حل. ندخل بقى على موضوع حروف الجر دي
قبل ما نشطب الدرس ده هرجع انا كده ايه للجراماتيك كوز بعد اذنك بقى. انت ثانية واحدة كده اهو اهو بريبوزيسيون حروف الجر. ندخل ايه على حروف الجر، شو بقى موضوع حروف الجر ده لازم ايه نفصصه، لان الاسهل ان انت تتكلم الداتيف والاكوزاتيف لما تتذكر حروف الجر. طبعا السؤال اللي هو فيم وفين بتاعت الداتيف بتاع الاكوزاتيف لازم تفهمهم كمان، بس غالبا الانسان الالماني او الطفل لما بيتعلم اللغه ما بيقعدش يسال الله انا هسال في دي فيم ولا هسال فين ولا هسال فاس ولا بتاع ولا لمن ولا من وهحرق دمي. هو بأذانه كده بيتذكر الكلمة دي بتيجي داتيف وكلمة دي بتيجي دي تيجي أكوزاتيف لأن قبلها حرف الجر كذا وكذا وكذا. عشان كده حرف الجر اللي هما بنسميها بالألماني بريبوزيشنن لازم تعرفهم، ملهاش حل غير المذاكرة. وعشان كده إيه أنا هشرحها لك هنا شوية بالتفصيل الممل. يلا بسم الله تعالى بقى إيه أهو بريبوزيشنن. ندخل على طول هنا في البريبوزيشن. في بريبوزيشن تاتي دائما مع النوميناتيف اللي هي الحاله الايه الفاعل، وان انت تذكر حاله الفعل دي يعني دا دي داس بتفضل زي ما هي، اين ايني اين بتفضل زي ما هي، كاين كايني كاين بتفضل زي ما هي. لا 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 تبديل فيها. والكلمه الحرف الجر بتبقى als. ايه als دي؟ als دي يعني لما كنا صغير. als دي فعلا يعني لما. يعني مثلا ايه لما الولد اتى، لما الولد اتى بالالماني als der junge kam. شفت der يعني حاله النوميناتيف، لو كانت داتيف كانت بقت ديم، لو كانت اكوزي بقت دين، لو كانت جينيتيف بقت كانت دس، ولكن هي ايه der. اذا als دي دائما يستحيل تأتي مع حاجة تانية، تأتي دائما مع النوميناتيف. ماشي؟ لا مثلا لما الساعة كانت 5 تقول als die Uhr، الساعة die Uhr 5 war ولا 5 schlug، لما ضربت الساعة 5 kamen wir مش عارف أتينا وهلم جري. ما als die افتكرها، als die دائما ايه قول ورايا نوميناتيف، als ايه نوميناتيف. وانت فهمت النوميناتيف دي بنصرفها ازاي؟ الجزء الاول من الدرس ده كان كله ايه تصريف النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف والجينيتيف وعبد اللطيف وكل شيء. طيب ندخل بقى ايه على الداتيف. الداتيف يا حبايبي ادي حروف الجر بتاعت الداتيف، وعايزين نفصصهم ونفهمهم. ادي حروف جر ايه بتاعت الداتيف، هكتبها لك على ورقة بيضة ونشرح كل واحدة منها. يبقى ثانية واحدة كده نوي اهي. ايه بقى الحروف الجر دي لما اشوف لو تذكرها دول او قلم. ادي نكتب ايه قلم ازرق اهو. اول حرف جر بيجي مع الداتيف اللي هو اب. يعني بدءا من، اب يعني بدءا من، اهي بدءا من. يعني مثلا بقول ايه دي ستوند الساعة، اهي حالة النوميناتيف. دي المؤنثة في الداتيف بتتحول الى داع. تذكر الكلام في الدرس السالف، دي بتحول الى داع. ثانيه كده قبل ما اقول انا كلام غلط لان الشرح النحو غير لا 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 دي بتتقلب الى داع، دي اكيد داع دي صح. داع شتوند فين القلم اهو داع شتوند. اذا لو اقول بدءا من الساعه الخامسه تقول ما تقولش بقى اب دي، لا تقول اب داع فنفتن الخامسة شتوند. وا كذا كذا كذا.
اذا اب دي دائما تقلبها لك داتيف، وانت عشان كده لازم انت تتذكر الداتيف بيتحرك ازاي، ملهاش حل دي، لازم انت تتذكرها. عشان الاستيكه سمحت كده نتذكرهم كده الداتيف، احنا عملناها في الدرس الاولاني او في اول جزء من الدرس ده، قلنا ايه؟ دا المذكر بتتحول الى ديم، والدي المؤنثه بتتحول في الداتيف الى دا، والمحايد داس بتتحول في الداتيف الى ايه؟ زي المذكر اعتقد ديم، صح؟ وبعد كده عندنا كمان الجمع مثلا دي ما اتكلمناش فيها كتير دي في الدرس، بتتحول الى دين، مثلا ايه؟ دا يونج الولد، دي شوله، لا ما ناخدش شوله، دي شوله وحشه مثلا سيء، ناخد دي بعد اذنك، دي كاتس القطه، داس كنت الطفل، والجمع دي يونجن الاولاد. لو صرفناها مع اب، ولو ان اب دي ما تجيش بدءا من، بس نعتبر هتبقى اب دا يونج، لا هتبقى اب ديم يونجن، دي كاتس اب دا كاتس، داس كنت اب ديم كنت، دي يونجن اب دين يونجن. يا عايز ايه؟ وخد بالك في المذكر ما تبقاش ديم يونجا، ولا بتيجي بعديها ديم يونجن، بس عشان ايه؟ تعرف الكلام ده، وعليك انت تروح الرابط ده وتحفظ الكلام ده، يعني مش معضلة. ثانية كده اجيبها لك، ثانية واحدة، نعين اهي الجراماتيك، تدخل صفحة الجراماتيك، ايه الكلام ده بقى؟ اهو الارتيكل والديكليناتسيون اللي هو الدرس الاولاني فيها، ونبص هنا نلاقي ايه؟ اهو ثانية واحدة، بشتمت ارتيكل في الداتيف اهو، اهو المذكر الماسكولين، لا احنا دخلت هنا في اهو الداتيف اهو، ديم تش ديم بولوفا. خد بالك لو كلمة انتهت بايه بتيجي بعديها ان، يعني ما تبقاش ديم يونجا، لا بتبقى ديم يونجن، دي حاله مش مكتوبه هنا، يعني الـ 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 الاسم لو بينتهي بالايه في الداتيف في المذكر بياتي بعديها نون، ديم يونجن. يا وادي الحاله انت عايز، والجمع اهو دين شتولن، لاحظ النون اللي في الاخر اهي، ليه؟ لان هي انتهت بايه، فاصبحت شتولن، لان جمعها دي شتوله اهي، دي شتوله بقى دين شتولن اهو. حلو الكلام ده؟ فانت عايز تحفظ الكلام ده، تاخد الامثله دي وتحفظها، ومنها تعرف تصرف على مزاجك. طيب يبقى اتعلمنا ايه؟ اول حرف جر بياتي مع الداتف اللي هو اب، ويحول الكلمه الى داتف، اب يعني بدءا من. طب تاني حرف في الداتيف بيبقى ايه؟ تاني حرف الداتيف انا مطلعهم كده بالترتيب، بيبقى اوصر، اوصى، اوصر. يا ده النيله، ثانية واحدة كده اهو، اوصر، اوصر يعني الا او بخارج. نطرح مثل واحد والتصريف بقى ذاكر انت زي ما هو، يعني مثلا اقول على ich habe allen ich، انا habe يعني I have alle allen gegeben، انا اعطيت لكل، außer الا dem اهو يونجن، ده يونج اتقلبت ديم يونجن، لسه عاملين اهو حالة داتيف، لان جت قبلها اوصى قلبتها داتيف. حلو، وانت عايز بقى ايه؟ تفتكر الكلام ده، اوكي؟ او مثلا بمعنى بخارج، ايش انا بن
أكون أوصى. هي أصلا أوصى ما تجيش كده بس نعتبرها كده أوصى ديم. هي أصلا أوصى هالب دير شولة. هي أوصى هالب بنقول إيه بخارج أوصى هالب دير شولة. أنا خارج المدرسة. دي شولة اتقلبت دي شولة. حالة داتيف دي واضحة دي قلناها أعتقد كمان فوق هنا أهو. دي أهي دي بتتقلب إلى دير حالة داتيف. إذا أوصى دي بتجيب لك الداتيف. الحرف الجر الثالث بيبقى أوس. أوس فقط. إيه أوس دي؟ يقول لك الأوس والخزرج. أوس أوس يعني يعني مقصود من مكان. يعني مثلا إيه أنا جاي من المدرسة. ich komme أنا قادم. ich komme aus der Schule. اهي تاني der Schule. اهي دي شول اتقلبت der Schule لان اتت قبلها aus. ولو سالت ما احنا في الجزء الاول من الدرس قلنا احنا ممكن نسال لو سالت woher kommst du ich komme aus der Schule. woher دي السؤال woher تاتي دائما مع الداتيف ماشي. اما مثلا عايزين wohin تاتي دائما مع الاكوزاتيف. طبعا انت هتقعد هتدوش دماغي بالكلام ده. لا انت احفظ بقى ايه حروف الجر وسيبك من الاسئله. لو عرفت حروف الجر دي في حروف جر دائما تاتي مع ايه مع الاكوزاتيف. ولاحظ في بقى مشكله في بعض حروف تاتي مع الداتيف وتاتي مع الاكوزاتيف. هنا لازم طبعا تحفظ السؤال. ولكن في حروف تاتي دائما مع الداتيف وفي حروف تاتي دائما مع الاكوزاتيف. هنا انت ريح دماغك وافتكرهم. يبقى قلنا اب قلنا أوصى وقلنا أوس. ناقصنا إيه باي. باي إيه باي دي بقى باي زي باي باي يا كمبورة. نحفظ بقى إيه كلمة باي دي ثانية كده. أوبا ادخل لي الساعة أونلاين هتتقلب ساعتين أونلاين. اعذروني الدرس طول شوية بس أدينا ندردش أهو وأنا فاضلكم النهاردة. قلنا ايه لا مش اوس قلنا باي. انا اسف باي. باي يعني عند. انت فين؟ انا باي احمد. هتكون فين الساعة 5؟ انا باي النادي. اذا باي دي دائما تأتي ايه مع الداتيف. ich bin bei dem Mädchen. أنا عند البنت. الله Mädchen dem. هي أصلا das Mädchen وdas بتتقلب في الداتيف إلى dem. أهو زي ال قلنا إيه زي المذكرة أهو. قلنا دي أي das زي المذكرة. يعني مذكر والمحايد بتقلبوا دين في الأكوزاتيف. ونفس الكلام طبعا مع كاين وعين والكلام ده. مش عيد فيه الكلام ده قلناه في أول جزء من الدرس. ارجع بقى للدرس ده واحفظ الجزء ده وارجع للرابط واحفظ الكلام من الرابط ماشي. يبقى رابع حرف أخدناه اللي هو باي. يبقى عندنا أب عندنا أوس أوصى عندنا أوس وعندنا باي. طب وإيه الحرف الخامس؟ جيجن أوبر. جيجن يوبا. والله احنا ممكن نسمي الحروف دي ايه اب واخواتها. يلا زي كان واخواتها والكلام ده. يلا يبقى الخامس حرف جر جيجن يوبا. جيجن يوبا يعني مقابل. يعني مثلا ايه بتسال وو وونست دو اين تسكن انت. قول ايش وون جيجن يوبا دير شوله. مش هكتبها عرفت دير شولة قلناها لحد ما فرقعنا. دي شولة المدرسة اتقلبت دير شولة. إذا أنا أسكن مقابل
der Schule. لأن مقابل gegenüber اللي هي الكلمة دي دائما تأتي إيه مع الداتيف. أين تسكن؟ أسكن gegenüber الخباز. Ich wohne gegenüber dem Bäcker. Bäcker يعني خباز وهي مذكرة der Bäcker تتقلب dem Bäcker. Wo sitzt du? أين تجلس؟ Ich sitze gegenüber dem Kind. Kind يعني طفل. أين تجلس؟ Wo sitzt du? أين تجلس؟ Ich sitze أنا أجلس gegenüber مقابل dem Kind. ليه dem Kind؟ لأن Kind أصلا das محايدة وdas بتتقلب dem في الداتيف أو gegenüber einem Kind غير معرفة. لو سألت sitzt du gegenüber einem Kind أتجلس أمام طفل ممكن تجاوب تقول ich sitze gegenüber keinem Kind. keinem النفي keinem في الداتيف. طيب الكلمة الستة mit. mit دي انت عارفها mit دي mit يعني ايه؟ يعني مع ونفس الموال. مثلا mit wem wohnst du؟ تسكن مع من؟ mit wem wohnst du؟ تقول ich wohne mit meinem Freund oder mit einem Freund oder mit dem Student oder mit der Katze. أنا أسكن مع القطة. أنت لازم بقى تعرف إيه تصريفات الداتف دي وتحفظ الأحرف دي. بعد كده بنقول الحرف اللي بعديه، الحرف اللي بعديه اللي هو ناخ. ناخ يعني بعد. مثلا إيه؟ الدرس ده بنسميه لكتيون والدرس مؤنث دي لكتيون. لما أقول لك بعد الدرس nach der Lektion gehe ich schlafen أذهب للنوم. nach der Lektion ليه؟ لأن دي لكتيون بتتقلب der في الداتيف. لو واحد يسألك wann kommst du متى تأتي؟ هتقول بعد ساعة nach einer Stunde لأنها داتيف. وقلنا eine مؤنثة بتتقلب einer في الداتيف. طيب وزايت كمان حرف يعني منذ. انت قاعد على الدكتور وبقالك ساعتين طلعنا عينك مستني. كلمتك مراتك تقول لك wo bist du؟ أين أنت؟ تقول له ich warte. تقول لها ich warte أنا أنتظر seit منذ einer Stunde منذ ساعة. beim Arzt. شوف باي دي راخر دي. حلوة دي نكتبها دي. تعالى تعالى اتنين داتف ورا بعض داتف ورا داتف. ليه؟ هلا سمعت كده اهي ich صبرة او ألم ich warte seit منذ هتجيب بعديها داتيف einer Stunde فين bei عند هتجيب آخر داتيف bei dem Arzt. عندي راء دي dem Arzt mit مع راح أجيب داتيف mit meinem Vater. احنا ما قلناش mein دي بتاعي بس اتقلب meinem mein Vater اتقلبت mein. انا كتبتها غلط يا دي النيلة اعذروني. mit meinem Vater اهي داتيف. اوكي انا مستني مع ابويا عند الطبيب قصاد واحده ست جيجن über والاخر اجيب وراها داتيف اينر فراو.
ماشي. الست جاية مثلا من الريف aus, هي دي برية داتيف dem Dorf. شفتوا ازاي؟ اذا انت احفظ حروف الجر دي وتعرف الداتيف بتاعها وترتاح. الواجب بتاعك احفظ التصريفات الداتي في الاكوزاتيف في الجينيتيف في النوميناتيف بحروف بالادوات التعريف دادي داس بادوات الغير معرفه اين 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 بادوات التنكير كاين كاني كاين. وبعد كده تدخل لي على التصريفات بتاعت الداتيف والاكوزاتيف بالذات الداتيف والاكوزاتيف دول الاساس بتوعك تحفظهم. وبعد كده تقعد تكتب جمل ورا بعض ايه لخبط فيهم كده وجيب بقى حرف بالداتيف حرف جر مع داتيف على حرف جر مع اكوزاتيف ولا ما جرى. طيب ناقص لنا ايه؟ انا عملنا ايه؟ عملنا مت ناخ زايت ناقص لنا حرفين اللي هو فون وتسو. اشرحهم لك. فن يعني من ولكن من مكان يعني ich komme von so und so انا اتي من هنا وهناك. وكمان عندنا ايه تسو تسو طبعا تسو دي لازم احضر دي ممكن تيجي اكوزاتيف تسو لا ما تجيش بردك تسو بردك ايه تيجي داتيف. طيب مثلا kommt, هو يأتي von, من der Schule, هو يأتي من المدرسة حالة داتيف أو دي شولة قلب der und geht, ويذهب zu dem Kino, ويذهب للكينو كينو يعني سينما und geht zu dem Kino. خد بالك zu dem ممكن نقلبها zum يعني ممكن بدل zu dem نكتبها zum نشطب دي رفع حالة ذاتي.